المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ابن عبد البر: الإجماع على تحريم الكلام في الصلاة. خير هذا، الإجماع على ذلك، والإجماع على وجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على أن هذه المسألة خصوصية تخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: الإجماع على تحريم الكلام في الصلاة يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذا قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد، قالوا: ماذا إن إجابته فيها فرض يعصي المرء بتركه، وأنه حكم مختص به. وصرح جماعة، وهي مسألة أخرى زائدة على قضية فرضية الرد، وصرح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية، بحيث وبحث فيه الحافظ أي ابن حجر لاحتمال أن إجابته واجبة مطلقة، سواء كنت في الصلاة أو في غيرها، سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصلي. أما قوله يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج، أي هل تبطل صلاته أو لا تبطل، هذه مسألة أخرى زائدة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى دليل. نعم. أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة، ضربنا لها أمثلة فقهية. وإلى ذلك جنح بعضهم. وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث. هذه مسألة أخرى أثارها الزرقاني، مسألة كون إذا نادى فتجب إجابته، هذه واضحة بنص الحديث، لكن هل يدخل في ذلك إجابته إن سأل عن شيء؟ سأل عن شيء المسألة ليست موجهة لأحد، بينما إذا قال يا فلان القضية واضحة. نعم، الذي وجه إليه الحديث أو النداء لابد أن يجيبه، لكن إذا سأل عن شيء ما أين فلان أو كذا إلى آخره، فهل هذه من كان قريبا منه يصلي يجب عليه أن يجيبه أو لا؟ قلنا: وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث. وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك، لأنه سأل هو وهم كانوا في الصلاة، أنتم تعرفون هذه القصة. نعم، حيث سلم من ثنتين ثم يعني قام إلى خشبة معروضة في المسجد
فجلس فقال له، فقام رجل يلقب بذي اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحاضرين الذين لم يخرجوا بعد، لأن سرعان القوم خرجوا، الناس اللي يخرجوا من اللي يطلق الإمام السلام هذوما خرجوا من المسجد، لكنه وجه الحديث إلى البقية الباقية فوافقوا ذا اليدين، فدل ذلك على أن إجابته واجبة وإلا هم في الصلاة. ونعم هم بعد سلم النبي صلى الله عليه وسلم أكيد سلموا إيه باهي نعم ما فيها شيء هذه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا 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 كانوا داخل الصلاة اسمعني كانوا داخل الصلاة ولو سلم لأنهم ما يعرفونش الشرع ماذا أحدث الآن هل تو ركعتين ولا أربع ركعات لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم التوحي أنت من أين لهم الحكم منه ولذلك انظر لا انظر سؤال لا انظر سؤال ذي اليدين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله بعض الروايات يقول كل ذلك لم يكن ثم توجه بالسؤال الناس ولذلك لا هم ما زالوا في صلاة عرفنا ذلك متى عندما كشف الغيب أن الصلاة لم تقصر إذن هما لما سلموا في حالة صلاة ولا خارجها حالة صلاة ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في حالة صلاة ولما أجابوه في حالة صلاة هذه قضية واضحة الصلاة أخذ دقيقة لا أنت إذا سلمت من اثنتين الآن وأنت تصلي صلاتك انتهت ولا ما انتهتش دقيقة خلينا نتفاهموا معاه قبل. ناسي ثم شيء ثاني أنت وعامد تبطل. نعم. هو أنت كأنك ناسي ما زلت في صلاة. أفهمني. إذا سلمت من اثنتين. سلمت من اثنتين إما أن تكون ناسيا وإما أن تكون عامدا. كأنك عامد بطل صلاتك. واضح ولا؟ واضح. كويس. وإذا نسيت. أنت في صلاة ولا مش صلاة؟ بالضبط تمام هذا الذي حدث للصحابة لأن ما زال التشريع ينزل هذا السبب هم الأصل فيها المفروض إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا واضحة هذه ولا إذا كانوا هم متأكدين من أن الصلاة لم تتغير لا مش حتى تذكير ما يسلموش خلينا التذكير مسألة أخرى لكن هم ولذلك كان السؤال واضح أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله خايفين يكون التشريع تغير إذا هم في صلاة مسألة واضحة نعم ما دام في صلاة نعم لكن الشاهد في الذي أتى به الزرقاني هي قضية الإجابة أنهم أجابوه ولم يكتفوا بكلمة ذي اليدين لأنه توجه بالسؤال إليهم وليس إلى شخص معين حتى ينطبق عليه قضية معاذ وكذا ولم ينادي منهم أحدا حتى ينطبق عليه ذلك فهذه المسألة واضحة نعم ليش دكتور ها لا ها ليش دكتور النبي صلى الله عليه وسلم نسي ها نسي ايه طلب الصلاة ايه هم طلبوا الصلاة ايه اساس انه هنا مزين الشيء لم يكتمل إيه مزبوط إيه تمام هم لما طلبوا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمه أن انتهت الصلاة حتى هي انتهت الصلاة عنده باه سلم علي سلم باه طبعا أنا ما نمشي الصلاة ها؟ أنا مش الصلاة لا في صلاة أنت التشريع اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم إنك كمل عليه طول وين قالوا له وين سعد هذا يدل على أنهم في صلاة ما زالوا هذا نفسه هو الحجة نعم كشف الغيب أن الصلاة لم تقصر ما معنى ذلك أن كل الذي حدث وقت الصلاة داخل الصلاة هذا أنت عرفناها لما النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تغير الحكم فهمنا أنهم في صلاة واضح وإنما فعلوا ذلك للمبرر الذي ذكرناه خوفا من أن يكون التشريع قد تغير المسألة واضحة عندي ما فيها إشكال أنا مش عارف أنتم لماذا استشكلتموه على كل حال
لا واضح. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لما الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة هذا وهو في نفس يعني في نفس الصلاة. يعني في نفس الهيئة بتاعته. إيه. واقف أو جالس أو غير ذلك. إيه طبعًا. في كل الحالات على طول. يعني لم يترك مكانه يعني أقصد. لا ما تركش مكانه هو في جنبه هو. إيه كل ما فيه هو يعني ناداه بالنسبة للحديث الذي نحن بصدده يا أبي قال له. نعم فلم يلتفت إليه ولم يجبه بل أكمل صلاته. ولما لحق به النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج من المسجد لحق به فعاتبه على عدم الإجابة فعرف من ذلك أبي أن مسألة الإجابة واجبة ولا تتصل بما كان معلوما لديهم من أن الكلام محرم داخل الصلاة. نعم. لماذا لم يستدل الشيخ القاني بأن البسملة ليست من الفاتحة؟ لم يستدل من؟ الشيخ القاني. إيه. المرة الأولى قال أن يستدل على أساس أنها ليست من الفاتحة. إيه. البسملة. إيه. مرة ثانية ما قالش. ما قالش لأن اكتفى بالأولى لأن لا فرقة حتى في رواية أبي سعيد بن معلى إذا قلنا أن القصة متكررة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. وقد تحدث الزرقاني عن ذلك في البداية ومع ذلك هو ناقش الموضوع بأن من يقول يعني في الحديث أو فهم من الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الحمد لله رب العالمين ذكر بعض الناس أن هذا هو اسمها ولكن الثانيين ناقشوهم بأنه قال حتى أتيتوه على آخرها. نعم. مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة والله دي ما قرناهاش حنقرناها نعم نعم من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي. ليش؟ لأنه ترك ركنا من الصلاة وهذا يفهم منه وجوبها في كل ركعة ولذلك قال الزرقاني وفيه وجوبها في كل ركعة إلا وراء الإمام هذا استثناء من وجوب قراءتها على كل المصلين إلا وراء الإمام يشمل الماموم. إذن من الذي خرج؟ خرج الفذ والإمام لابد من قراءتها. نعم. إلا وراء الإمام فقد صلى ففيه أنها لا تجب على المأموم. قال أحمد فهذا صحابي تأول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على ما إذا كان وحده. نقله الترمذي. يعني كلمة إلا وراء الإمام هنا يعني جابر بن عبد الله هو الذي قالها. نعم لأنه قال سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. هذا الكلام كله لجابر. وبما أن فهمنا من أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الصلاة صحيحة في من لم يقرأ بأم الكتاب بصورة عامة ستأتينا بعضها وسيذكرها الزرقاني. لكن قضية إلا وراء الإمام استثناء. الاستثناء هذا من قاله؟ قاله الصحابي هذا فهمه الصحابي. فكأن الصحابي يقول لنا رأوا هذا الحديث وأمثاله يشمل الإمام والفذ ولا يشمل المأمومين. نعم. ولذلك قال أحمد فهذا صحابي تأول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الصحابي فهم أن المسألة تتصل بشخصين بنوعين من المصلين الإمام والفذ. نعم. على ما إذا كان وحده نقله الترمذي
يعني أو كان إماما، لأن الاستثناء معيار العموم. طبيعة الحال إذا قلنا في استثناء من أي حكم شرعي، إذا قررنا أن هناك استثناء منه معنى ذلك أن عندنا عموم، وما يصيرش استثناء بدون، أيوة، لأن الاستثناء معيار العموم. وقال أبو عبد الملك هذا الحديث موقوف على جابر. أبو عبد الملك البوني هذا، نعم، هذا الحديث موقوف على جابر وقد أسنده بعضهم أي رفعه، ورواه الترمذي من طريق معن عن مالك به موقوفا، بالطريقة اللي رواها مالك الآن هنا أمامنا. وقال حسن صحيح. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قناة التناصح العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ملك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال الإمام الزرقاني: قال الباجي: الترجمة إنما هي على قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك
أي يا فارسي. وإلا فإن مسألة القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة لا تناسب إلا قول أبي هريرة. نعم، إذن القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال الباجي: الترجمة إنما هي على قول أبي هريرة، اقرأ بها في نفسك، ولا يجوز أن يكون على قوله خداج، لأنها ما تناسبش. كايت فهي خداج، هي خداج، هي خداج، لترجمة الباب. الباب يتحدث عن القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ولا يتحدث عن بطلان صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. مش عارف فهمتوني ولا إيه؟ الترجمة لا تنفع لقضية بداية الحديث، وإنما تنفع لمسألة التي حدثت. قال يعني: فقلت يا أبا هريرة، يعني إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، إلى آخر الحديث. قال: نعم نعم. قال الباجي: نعم، الترجمة إنما هي على قول أبي هريرة، اقرأ بها في نفسك، ولا يجوز أن يكون على قوله خداج، لأن القراءة فضيلة وخداج محمول على غير التمام. مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة. عن العلاء: وانفرد مطرف في غير الموطأ فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب بلفظ الموطأ، سواء يعني بالنفس الألفاظ، وليس بمحفوظ. قال الدارقطني: غريب، لم يروه غير مطرف، قاله أبو عمر. مطرف هذا ابن أخت الإمام مالك، ابن أخته. قلنا، قال أبو عمر أنه سمع أبا السائب الأنصاري المدني. قال الحافظ: يقال اسمه عبد الله بن السائب، ثقة، روى له مسلم والأربعة والبخاري في جزء القراءة، مولى هشام بن زهرة، ويقال مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال مولى بني زهرة، يعني القبيلة كلها بصورة عامة. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة، وعنه الزهري وشريك وجماعة. يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، أي فاتحة، لأنها أصله. ويبدو أن الزرقاني رحمه الله يعني نسي ما ذكره قبل قليل، فقد فصل في هذه المسألة وأجاد فيها: لأنها أصله أو لتقدمها عليه، كأنها تأمه، أو لاشتمالها على المعاني التي فيها من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد وذكر الذات والصفات، أي ذات الله وصفاته، والفعل والمبدأ والمعاد والمعاش بطريق الإجمال. وفيه رد على من كره تسميتها أم القرآن، قد مر بنا ذلك مفصلا. وفي رد على من كره تسميتها بأم القرآن، تسميتها أم القرآن، ولعله وقف عند لفظ أم. وإذا ثبت النص النبوي سقط ما دونه، أي لا يؤخذ بكلام أحد أو بتأويله. فهي خداج بكسر الخاء المعجمة ودال مهملة، فألف فجيم، أي ذات خداج أي نقصان،
هي خداج هي خداج، ذكره ثلاثا للتأكيد. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر ثلاثا ما يريد أن يحفظ عنه بصورة عامة. ذكره ثلاثا للتأكيد، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق. وأخدجته إذا ولدته ناقصا، يعني فرق بين الثلاث والرباعي. خدجت الناقة وأخدجت، خدجت هذه ألقت ولدها قبل أوان النتاج، قبل أن يصل آخر مدة الحمل ولو كان تام الخلقة. لكن الرباعية مختص في لغة العربي على ما قال الزرقاني، مختص بإيه؟ بقضية النقص في الخلقة، فبينهما فرق. إذن وإن كانت تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقصا، وإن كان لتمام الولادة. هذا قول الخليلي، خليل بن أحمد صاحب كتاب العين، والأصمعي وأبي حاتم وآخرين. وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت، يعني بمعنى واحد، خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. نعم، قوله غير تمام تأكيد، تأكيد لكلمة خداج. نعم، هو ذكرها ثلاث مرات ثم زاد عليها غير تمام، هذا تأكيد رابع. نعم، تأكيد، فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة، لكنه محمول عند مالك ومن وافقه على الإمام والفذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه مسلم. فدل ذلك للتوفيق بين الحديثين، بل بين الأحاديث، أنها ضرورية في حق شخصين الإمام والفذ، وأن المأموم خارج عن هذا الحكم بقول آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله وهو يتحدث عن الإمام: وإذا قرأ فأنصتوا. معنى لكن هذه خاصة بالجهرية، إذا قرأ، وأما في السرية، ولذلك سيناقش ذلك الزرقاني. رواه مسلم. قال ابن عبد البر: وزعم من لم يوجب قراءتها في الصلاة أن قوله خداج يدل على جوازها. كيف ذلك؟ قال: لأن الصلاة الناقصة جائزة، هي ناقصة بس، يعني بيقول ايش باطلة، ايش باطلة ولا فاسدة، ولكنها ناقصة، يعني في الفضل، ليس لصاحبها فضل من قرأ كاملة، لكن لا تصل لحد البطلان. بالبداية صرح ابن غيره بن طيب وزعم، نعم، لأنه يقول لا وجاك الرد الآن، وهذا تحكم فاسد، لأن الناقص لم يتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها أو قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أمر. ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها يحتاج إلى إيه؟ إلى حجة ودليل. قال: فعليه الدليل. قال أبو السائب: فقلت يا أبا هريرة، يعني خاف المسألة، خاف يعني أن تكون صلاة، هل هي بهذا الشكل في كل الحالات أم إن هناك حالات تخص ما ذكر أبو هريرة؟ فقال: فقلت يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام، يعني كيف ندير طالما هي خداج الصلاة التي لم يقرأ صاحبها،
كأنه يقول: فهل أقرأ بأم القرآن حتى في حالة كوني وراء الإمام، أي كوني مأموما؟ قال: فغمز ذراعي. يعني هذا الغمز هنا يعني قال له هكذا بيديه، والله كذا الغمز نعم يحدث بالأعضاء الجسم كلها، نعم، والأيدي أيضا تسمى غمز. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما بينت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيته عندما كانت الحجرة ضيقة، قالت: فعندما يسجد يغمزني. فيعني تأخذ يعني رجليها ممتدة فتبتعد عن مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام ليقرأ مدت رجليها، فالغمز هو اللمس هكذا، نعم. قال: فغمز ذراعي. قال الباجي: هو على معنى التأنيس له، على معنى التأنيس له وتنبيهه على فهم مراده، إبه ينتبه نعم لما سيقوله له، والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه. واحنا عندنا هذه نستعمل فيها، اذا ربط واحد، اذا لقيت واحد مش منتبه لك وانت تحدث فيه تقول له هكذا نعم، الا ان البعض يخرجون على المعتاد فتحصل طريحه انت، حصل طريحه معاه. ثم قال: اقرا بها في نفسك يا فارسي، يعني حتى بعد، حتى ولو كنت وراء الامام تقرأ بها، ولكن لا تجهر، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. هو من الفرس، ما عندهم فيها شيء، هذه عندهم فيها شيء، لأنهم ما كانوا شيء يقصدوا بها الإساءة. لا 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 لا، ما عاد الله، لا لا ما فيها شيء، كلمة الفارسي عندهم ما فيها شيء، نعم. وما ولذلك قال العلماء: إذا كانت بالنسبة لهذه ما فيها شيء كله، لكن هم حتى على فرض واحد نادى واحد يا فارسي والله يا كذا يا كذا، لا يقصد بذلك شيئا، خصوصا إذا كان معروف بهذا. مرات أنت يعني، ولذلك لما ذكروا ذي اليدين، لو كان المسألة مقصود بها الإساءة تكون عيبا، ولكن هو معروف بها بس بين الناس. ولذلك وردت في قضية الأعور وقضية الأعمى، حتى القرآن الكريم ذكرها، الأعمى ذكره، نعم، ابن مكتوم. فالمعروف بحاجة معينة تميزه عن غيره، ما فيها إشكال بتاتا. لكن هذه يعني كأن واحد قال لك: يا فلان، نسبة إلى بلدك أو قبيلتك أو كذا، لا يقصد الإساءة إليك، وإنما هذه زيادة في التأنيس، وهذه معروفة، نعم، لأن هذا اللقب ليس عيبا، لو كان عيبا لا يذكره أبدا، لأن عندئذ تصبح المسألة مسألة إساءة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل.
المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قلنا يا فارسي، قال الباجي أي اقرأ بها، نعم، أي بتحريك اللسان بالكلمة وإن لم يسمع نفسه. هذا رأي، تحريك اللسان بدون إسماع نفسه. رواه صحنون عن ابن القاسم في العتبية قال: ولو أسمع نفسه يسيرا كان أحب إلي. وقال عيسى بن دينار وابن نافع: ليس العمل على قوله اقرأ بها في نفسك، يعني فهموا منها أن مسألة الآن الإمام الآن في حال جهر، الإمام يجهر بالقراءة، فماذا تفعل أنت؟ رأي أبي هريرة لما نصح من سأله، نبهه إلى أنه لا بد من قراءتها حتى ولو كنت مأموما، لكن حتى لا تشوش على الإمام اقرأ بها سرا، يعني هذا المقصود في نفسك. هل مجرد حركة اللسان أو إسماع الإنسان نفسه؟ قال: هذا أحب إلي أن يسمع الإنسان نفسه، حتى لو أسمع نفسه لا يكون فيه تشويش على الإمام، وإنما تشوش على إمامك إذا جهرت. نعم. ها؟ ايه. عاشيش؟ نعم نعم، هذا رأي الجماعة اللي قالوا ما يقراش بكله. حنا الآن انفصلوا في الحديث، مش قضية المذهب الفقهي. قال الباجي: ها؟ في فترات يقرأ فيها. الجماعة اللي عندهم سكتة. ايه نعم ايه. حتى بعد ما يقول لا، هو نعم سكتة، لكن في كل الحالات سكتة نعم. ولكن الشافعية مثلا الذين أوجبوا قراءة الفاتحة على الإمام والفذ والمأموم، حتى لو لم يسكت الإمام لابد أن تقرأها معه، عندهم الصلاة باطلة إذا لم تقرأ فيها معه. نعم. بتحريك اللسان بالكلمة وإن لم يسمع نفسه. رواه صحنون عن ابن القاسم في العتبية قال: ولو أسمع نفسه يسيرا كان أحب إلي. وقال عيسى وابن نافع: ليس العمل على قوله، أو هذا مذهب الإمام، ليس العمل على قوله اقرأ بها في نفسك، ولعله أراد إجراءها على قلبه، وهذه لا تسمى قراءة، الإجراء على القلب لا تسمى قراءة، حتى إن العلماء نصوا على أن المحدث حدثا أكبر إذا مر بالقرآن على قلبه لا يعد قارئا للقرآن ولا يلزمه شيء. أيوة. قلنا اقرأ بها، ولعله أراد إجراءها على قلبه دون أن يقرأها بلسانه. ورد بأنه ليس بقراءة لجوازه للجنوب أجبها. وقيل معناه قد اقرأ بها في نفسك، قيل معناه تدبرها إذا سمعت الإمام يقرأها. هذا بعيد، قضية التدبر أن يقول اقرأ بها في نفسك، لكن على كل حال هذا تأويل من التأويلات. فإني سمعت أبو هريرة، ما خلاش الرجل في حيرة، بين له لماذا، قال له: أقل حاجة أن تقرأ بها في نفسك. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة، أي الفاتحة، نعم، سميت صلاة لأنها لا تصح إلا بها، كقوله الحج عرفة، أي أهم شيء فيه، أو لأنها في معنى الدعاء. قاله ابن عبد البر وجماعة من العلماء. وقال المنذري: أي
قراءتها، أي قسمت القراءة، أي قراءتها بدليل تفسيره بها. وقال غيره الصلاة من أسماء الفاتحة، هذا تأويل آخر، لأن أذكر قسمت الصلاة قطعا. فما المقصود بالصلاة؟ فهي المعنية في الحديث، والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وتضرع وافتقار. بيني وبين عبدي، قدم نفسه فقال بيني، لأنه الواجب الوجود لنفسه، نعم لذاته، هذا مش ليس كبقية الموجودات، لأنها موجودة لا لذاتها وإنما لغيرها، فإن الله هو الذي أوجدها. لأنه الواجب الوجود لنفسه أي لذاته، وإنما استفاد العبد الوجود منه. بيني وبين عبدي، قلنا إيه؟ بيني وبين عبدي بنصفين، عندكم بنصفين أنتم، نعم. كذا في نسخ صحيحة بالباء قبل النون، وفي أخرى بحذفها، نصفين بدون ب، وهي التي في مسلم عن قتيبة عن مالك. والباء يحتمل أنها زائدة وأنها للملابسة، أي متلبسا قسمها بنصفين، كأنه مصاحب له لا ينفك عنه، باعتبار المعنى لا اللفظ طبيعة الحال، لأن نصف الدعاء يزيد على نصف الثناء. كلمة النصف هنا لا يقصد بها التساوي التام من حيث الحروف أو الكلمات، ولكن نعم إذا نظرنا إلى المعاني الأولى، تمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى وسؤال، يعني الثاني قضية دعاء خاصة بالقارئ، ولذلك من هذا الجانب جاءت قضية نصفين. وهذه ما عند العرب موجودة، أن أي شيء قابل شيء آخر يمكن أن يطلق على هذا النصف وعلى الثاني النصف، مع أنهما ليسا متساويين. هذا يبينها قول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان، نصفان كان الناس نصفان، نصفان هنا جت المفروض هي نصفين، كان الناس، لأن الناس اسم لكان، ونصفين تكون خبر، لكن هكذا ورد. وهذه على رواية من يلزم المثنى الألف، بما قاعد ألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. إذا انقسم الناس، وقال بعد موتي سينقسم الناس نصفين، واحد يتشمت قال افتكينا منه، والآخر يقول والله يا رجل هذا كان يفعل كذا وكذا، وآخر مثن بالذي كنت أصنع. ولا يعني ذلك أن الشامثين مساوون للمثنين، لا يعني ذلك، وإنما في لغة العرب يجوز أن يكون المتقابلان نصفين. نعم، قلنا وأنها للملابسة، أي متلبسا قسمها بنصفين باعتبار المعنى لا اللفظ، لأن نصف الدعاء يزيد على نصف الثناء، فلا ضير في ذلك، لأن كل شيء تحته نوعان، هذا ما كنت أشرحه قبل قليل، لأن كل شيء تحته نوعان فأحدهما نصف له، وإن لم يتحد
عددهما، أو المراد بكلمة نصفين قسمين، والنصف قد يراد به أحد قسمي الشيء، وهذا تأكيد لما سبق. فنصفها لي أي خاصة، وهو الثلاث آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ونصف ملكي في رواية يحيى، لأن يحيى يقرأ ورش، الأندلس قراءتهم ورش، ولكن الطابعين الناشرين للكتاب ويعرفون إلا حفص، ولا يخطر ببالهم أن يحيى بن يحيى يقرأ ورش، فكتبوا قضية مالكي. هذه مصيبة النشر. نعم. ونصفها لعبدي، وهو من اهدنا إلى آخرها، وإياك نعبد وإياك نستعين، بينه وبين عبده، بينه وبين عبده. ولعبدي ما سأل، أي له سؤاله، أي سؤاله، ومني الإعطاء، أي منه السؤال ومني الإعطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد. ولمسلم من رواية ابن عيينة عن العلاء إسقاط هذه الجملة. كم تقرأوا ما ناقش في الرواية هذه. وقال عقب قوله: ما سأل، فإذا قال العبد. ويبدو أن هذه أنسب، إسقاط كلمة اقرأوا. نعم، ولكن على كل حال موجودة في بعض الروايات. قلنا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، في حجة قوية. رجع الزرقان إلى مسألة البسملة. في حجة قوية على أن البسملة ليست من الفاتحة. قال النووي، والنووي شافعي كما تعلمون، قال النووي: هو من أوضح ما احتجوا به. يعني هذا الحديث من أوضح ما احتج به من يسقط البسملة من الفاتحة ولا يعتبرها آية منها. قال النووي: هو من أوضح ما احتجوا به، لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء، أولها الحمد لله، وثلاث دعاء، أولها اهدنا، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. ولأنه لم يذكر البسملة فيما عدده، ولو كانت منها لذكرها. وأجيب بأن التنصيف عائد على جملة الصلاة لا إلى الفاتحة. هذا حقيقة اللفظ، أو عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. والأول تعسف في دخل الصلاة في المسألة ويتحدث عن الفاتحة. هذا بش قال: والأول تعسف باطل سببه. سببه ماذا؟ سببه الحماية المذهبية، أي التعصب المذهبي. نعم، والله هي الحمية المعروفة. شو عندكم أنتم؟ حماية غريبة. نعم، لا، الحمية هي معناها التعسف، معناها التعسف. هذا السبب اللي قضية، يعني نسخة مهمة من شرح الزرقاني، يعني أقرب إلى الصواب ما حصلنا عليها. لكن بهذه المناسبة فيه النهاردة وقفنا على كلمة، بعد أن جرنا الموضوع إلى هذه المسألة. هذا في الحديث الذي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا تفتح الصلاة. قدامكم هذه
هذه في باب العمل في القراءة، وهي ثالث حديث فيه، لكنها في آخر شرح الحديث الذي تحدث فيه الزرقاني عن قضية وكل في السبع، فإن نصف القراء السبعة قرأوا بإثباتها ونصفهم قرأوا بحذفها، وقراءات السبعة كلها متواترة قدامكم وما لقيتوهاش. قبل اللي قول عليها الزرقاني بقضية مالك عن عمه أبي سهيل، كان قدامكم هذه بين قوسين قبلها بستة أسطر أو كذا أو سبعة، لقيتوا فيها قضية نصف القراء السبعة قرأوا بإثباتها ونصفهم قرأوا بحذفها، وقراءات السبعة كلها أو كلها عفوا قراءات السبعة كلها متواترة، فمن قرأ بها فهي ثابتة في حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا، ومن قرأ بحذفها فحذفها في حرفها فحذفها في حرفه أي في قراءاته المعتمدة متواتر إليه. وهذه فصلنا فيها المسألة، قلنا هذه مسألة مهمة جدا تخرجنا عن قضية الغلط، هل هو من مالك ولا من الشافعي. يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة من الفاتحة وورد عدمها، فالقراءة التي يعني قرأت بالبسملة لا إشكال فيها، والتي قرأت بدون بسملة لا إشكال فيها، فالقراءات كلها متواترة في هذه المسألة. لكن أنا بنبهكم على الكلمة بعدها، ثم منه إلينا، شي بعد عندكم، والعطف هي العبارة مش العطف، وألطف من ذلك، يا سبحان الله الله، نعم وألطف من ذلك. ها إيه. والحقيقة هي بعض النسخ الموطى بين ذلك، راي النسخة اللي بهامشها سنن أبي داود. أيوة نعم. نرجع إلى ما نحن فيه، وين وصلنا هنا؟ قول النووي. ها ما لقيتهاش. ايه نعم. والاول تعسف باطل سببه الحمية كما ذكرنا، وذكرها الحماية هنا لابد نعم تفتيش المذهبية، لكن على كل حال المعنى واضح ان الحمية ان العصبية، لان اجمعنا على ان المراد بالصلاة الفاتحة، معاش يعني نرجع من جديد ونقول لعل المقصود هنا في الحديث الصلاة بدل الفاتحة، وبالفاتحة وقراءتها. ولا يصح إرادة الحقيقة بوجه بعد قوله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لو كانت المسألة في التقسيم فيها البسملة لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعندهم آية هما، إذن قضية كيف يدروا في قضية السبع؟ السبع يمكن أن يأتوا لها بمخرج له، لأن كلمة أنعمت عليهم ما يديروهاش آية، فتصبح سبعة بالبسملة، لكن التقسيم الذي في الحديث لا يستقيم. نعم. معنى ذلك أن البسملة تدخل في القضية الأولى اللي هي الحمد والثناء على المولى عز وجل. نعم. قلنا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، والثاني إن عودة إلى ما يختص بالفاتحة دليل لنا على أنها ليست منها، إذ هي بدونها سبع آيات بإجماع كما قال. لكن هذه فيها إشكال، قلنا عندهم البسملة هي رقم واحد في الآيات. وقالوا أيضا إن معنى يقول العبد الحمد لله أي إذا انتهى إلى ذلك، وهذا مجاز
والمجاز لا بد له من قرينة تدل عليه، ولذلك قال وهذا مجاز لا دليل عليه، وبعد ذلك لا دلالة فيه على أن البسملة منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.